عمان والعراق، العراق وعمان في أولى مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم، المباراة المنتظرة يوم الخميس بإذن الله، وأولى مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. طبعا زي ما كلنا عارفين استعدادات كل منتخب على قدم وساق، وخلاص احنا قبل المباراة مباشرة بعثة المنتخب العماني وصلت البصرة صباح اليوم، وإن شاء الله المباراة يوم الخميس بإذن الله على ملعب البصرة الدولي. طبعا كل مدرب عمل استعداداته باختيار القائمة النهائية اللي هتخوض المباراتين. بالنسبة للمنتخب العماني، مباراة العراق ومن بعدها مباراة كوريا على مجمع السلطان قابوس في بوشهر يوم 10 سبتمبر بإذن الله. نفس الحال لكساس المدرب الأسباني للمنتخب العراقي وصاحب الطفرة في الفترة الأخيرة، قدر يختار قائمة لاعبيه اللي هيخوضوا مباراتي عمان في البصرة والكويت في الكويت بإذن الله. لو شفنا بعض اللاعبين على المستوى العماني والمستوى العراقي، هنلاحظ اعتماد المنتخب العراقي على اللاعبين المحترفين، وخصوصا ان الدور العراقي لسه ما بدأش، فاعتماد كساس على اللعيبة المحترفة. وهقول لك ان في بعض اللعيبة المحترفة في الدوريات العربية، زي عندنا مثلا في الدوري السعودي ابراهيم بايش اللي اختير كمان في الجولة الأخيرة من أفضل لاعبي الجولة مع نادي الرياض، أيمن حسين هداف الفريق في نادي الخور القطري. عندنا بعض اللاعبين على المحترفين على المستوى الأوروبي، أبرزهم علي الحمادي لاعب إبسويتش تاون اللي شارك في الدوري الإنجليزي، وعلي جاسم المحترف في نادي كومو الإيطالي، وحسين علي، وبعض اللاعبين زي أمير العماري اللي جايين هيعملوا أداء عالي مع المنتخب العراقي زي ما عودونا في الفترة الأخيرة، وخصوصا ظهور المنتخب العراقي سواء في كأس آسيا ومن بعدها أولمبياد باريس بمظهر مميز. المنتخب العماني بداية المرحلة أو بداية مرحلة جديدة مع مدرب جديد اللي هو تشيلهافي خلفا لبرانكو، اللي بعض الناس بتتكلم على إن نفس الستايل نفس الأسلوب حتى نفس الاختيارات، ولكن بعد وجود هاشتاجين لكل منتخب، منتخب عمان وكلنا معك ومنتخب العراق يلا لكأس العالم، هنشوف ايه اللي هيحصل. المنتخب العماني رايح بحملة تشجيعية كبيرة جدا على المستوى الجماهيري الاعلامي، اللاعبين القدامى، زيارة صاحب السمو السيد زياد بن هيثم بن طارق لمعسكر الفريق الاخيرة اللي كانت برضو ليها عامل السحر مع اللاعبين، ووجود علي الحبسي الحارس الامين مع بعثة المنتخب العماني. كل دي عوامل تحفيزية بالاضافة لاشياء على المستوى التنظيمي، منها اعفاء الجماهير العمانية من تأشيرة الدخول للعراق، وكالعادة الاخوة في العراق دايما مميزين في حتة الاستقبال وحسن الاستقبال، وهنشوف مباراة تليق بالفريقين. بعيدا عن الامور التنظيمية نروح للامور الفنية. لو جينا نشوف المنتخب العماني، هنلاقي المنتخب العماني معظم لاعبيه بينشطوا في الدوري المحلي اللي بدأ فيه من فترة، ووصلوا للجولة الثالثة من الدوري العماني. الدوري العراقي ما بدأش، ولكن زي ما قلت لك ان المنتخب العراقي بيعتمد على اللعيبة المحترفين. واوعى تصدق كلمة ان طالما الدوري العراقي ما بدأش او ان اللعيبة هتكون بعيدة، لا، ده معسكر منتخب، اللعيبة لعبت كمان مباراة ودية مع كساس، الدنيا يعني موجودة. كمان اوعى تنسى عامل الجمهور، جمهور العراق الذواق اللي في نهائي كاس الخليج الماضي، يعني زي ما بنقول كده باللغة الدارجة عندنا بالمصرية، باتوا قبل المباراة بيوم عند الملعب. فالاستعدادات هتكون كبيرة، العامل الجمهور هيكون مساعد المنتخب العراقي إلى حد ما. كمان المباراة بصبغة عربية خالصة خالصة، طاقم تحكيم سعودي كمان هيسهل الأمور على الفرقتين. كل منتخب بيحاول يعمل أو له خطة واستراتيجية هو عاوزها. هل المنتخب العماني هرايح يلعب في مباراة البصرة وأول مباراة إنه ما يخسرش ويطلع حتى لو على أقل تقدير بنقطة تعادل، ولا هيطمع في الفوز؟ كل ده هنشوفه من تشكيل تشيلهافي اللي الراجل دايما بيعتمد على الحتة التنظيمية الدفاعية، ما بيجازفش في الهجوم، حتى بيغلب على طبعه حتة الـ زي ما بنقول ايه الهدوء، ما بيستعجلش، بيلعب بأريحية، ولكنه هيفتقد واحد من اهم لاعبيه وهو صلاح اليحيائي. هل هيكون البديل عمر المالكي؟ هل هيكون البديل زاهر الاغبري؟ كل ده هنشوفه. ويا ترى هيعتمد على الجبهة اليمنى على مين؟ الحبشي
ولا امجد الحارثي، ولا هيلعب بالخميسي على الناحيه اليمين ويشوف حد في قلب الدفاع مع محمد المسلمي. طفره علي البوسعيدي من بدايه الموسم اللي كنا اتكلمنا عنه، اللعيب المميز في المنتخب العماني الظهير الايسر، لاعب لا غنى عنه في التشكيله الحاليه لتشيلافي. نص الملعب طبعا الكل متعارف عليه، حارب السعدي مع ارشد العلوي او عبد الله فواز. هنشوف طريقه لعب تشيلهافي، ومن خلال الطريقه هتقدر تعرف تشيلهافي عاوز ايه من المباراه. نقطه اللي دايما بيتكلم عليها الجمهور العماني ونقطه الخلاف دائما، وهو المهاجم الصريح. ناس مفتقده عماد الحسني، واحد من الناس اللي دعمت الفريق خلال الرحله دي، وهاشتاج كلنا معك، ولكن عماد الحسني مش موجود. في محسن الغساني وعصام الصبحي، والكل بيختلف. محسن الغساني بعد احترافه في بنكوك، هل هيكون هو اللاعب الاساسي، ولا عصام الصبحي، ولا هيفاجئنا تشيلهافي ويلعب بطريقه غير او يبدا بعمر الملكي ومعاه زاهر الاغبري وجميل اليحمدي في الناحيه اليمين؟ كل دي امور هنشوفها على ارض الملعب. الناحيه الثانيه كساس، زي ما قلت لك عنده العديد من الاوراق الرابحه. علي الحمادي، ايمن حسين كاتنين سترايكر فراودة، واحد بيلعب في الدوري الانجليزي، وايمن حسين هداف المنتخب العراقي كمان في الاولمبياد، بيعيش حاله نشوه بعد ادائه في كاس اسيا وبعد ادائه في الاولمبياد. لعيب وسط الملعب في المنتخب العراقي دايما اللي بيراهن عليهم كساس، ابراهيم بايش وامجد عطوان، كتيبه مميزه الحارس جلال حسن. وزي ما هنتكلم عن جلال حسن الحارس العراقي اللي كان له دور في كاس الخليج وفي كاس اسيا، هنتكلم عن ابراهيم المخيني، ويمكن هو الاقرب للمشارقه باعتبارنا ما تكلمناش عن حراس المرمى. وانت برضو كواحد من الجمهور المتابع لكل منتخب، واعذرني برضو على المتابعه معايا مش افضل منكم طبعا، انتوا الاصل طبعا جمهور المنتخبين، اتمنى كل التوفيق للمنتخبين والمباراه تطلع بصوره كويسه. الفايز والخسران في الاول والاخر دي مباراه كره قدم، 90 دقيقه هتخلص وهتبقى الموده والروح الحلوه بين المنتخبين. اللي يهمنا في النهايه ان في يكون منتخبين عرب من الخمس منتخبات الموجودين في الموجودين في المجموعه يكونوا في نهائيات كاس العالم، او اكثر من منتخبين باذن الله. كل الامنيات بالتوفيق لمشاهده مباراه ممتعه، وانزل بقى وقول لي رايك توقعك لتشكيل كل منتخب. وبكده حلقتي تكون انتهت. يا ريت لو عجبك الفيديو تشرفني بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.